بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ان شاء الله شباب هنحل مع بعض النهارده اول شيت في الفيزياء شيت واحد شيت واحد بيتكلم عن دايمنشن اول سؤال بيقول وات از form اوف يعني اكتب الصيغه البعديه او صيغه الابعاد للكميات الفيزيائيه دي velocity السرعه فورس القوه دينس الكثافه ورك شغل باور القدره اول حاجه لازم تعرفها عشان نثبت بعض المعلومات لما اجي اتكلم عن حاجه اسمها فلوسه السرعه لازم ابقى دي بتساوي ايه بتساوي اي مسافه على اي زمن طيب ابعاد المسافه ايه ال وابعاد الزمن ايه تي دايما بكتب البعد باللي هو لتر كابيتال لينس ودي بالمثل لو طلبت منك لو طلبت منك الدينستي الكثافة تساوي ايه كمعادلة رياضية الكتلة على الحجم الكتلة بنمثلها في الأبعاد بإيه؟ بالماس إم كابيتال والحجم ده الطول في العرض في الارتفاع يعني إيه ممكن نخليها إم على إل تكعيب تمام هنقيس على كده كل الباقي وانا هكتب لك جدول في كل الكميات الفيزيائية والابعاد بتاعتها ووحدة القياس بتاعتها ناخد مثلا من السؤال التاني write the units and dimension for these physical quantities اكتب الابعاد والوحدات الوحدات اللي هي على سبيل المثال بقيس المسافة بالمتر بقيس الكتلة بالكيلوجرام على سبيل المثال لما يقول لك بريجر الضغط بريجر الضغط الضغط ده بيساوي ايه القوه المؤثره لوحده المساحات الناس اللي مستغربه القوه والمساحه والبريشر والفيلوسيتي والدنسيتي هتعرف الحاجات دي خلال الترم بس مبدئيا احنا بنديك حاجه اسمها الابعاد لازم تعرف الابعاد معناها ايه معناها هو التمثيل بمثل اي كميه فيزيائيه بمعلوميه ثلاث ابعاد اساسيه اللي هما الكتله والطول والزمن القوه دي تساوي ايه الكتله في العجلة ام اي او ام في جي حاجة الجاذبية على الاي الاريا المساحة الكتلة ام العجلة مسافة على مربع زمن على الاريا اللي تربيع يعني هيساوي ادي الام ال على ال تربيع تي تربيع يعني هتساوي ام على ال تي اثنين انا شلت ال ال مع التربيع بعض الاحيان ممكن نخليها ام ال سالب واحد تي سالب اثنين دي ابعاد الضغط دي ابعاد الضغط يبقى ممكن في بعض الاحيان انا بشيل بس كنسلت ال ال مع التربيع يبقى تديني ام على ال في التي تربيع لو عاوز ارفع المقام بطلعه باشارة سالب سالب واحد ام ال سالب واحد تي سالب اثنين وبالمثل اه انا عايز اجيب اي ابعاد لاي كميه فيزيائيه بنمشي بنفس النهج ده بشوف المعادلة الطبيعية بتاعة الكمية الفيزيائية بحاول أفك لو هي كمية مركبة القوة بتساوي الكتلة في العجلة سواء عجلة الجاذبية أو أي عجلة على الأريا أنا لازم أكون عارف الإيه اختصار إيه؟ دي اختصار الأريا يبقى طول في عرض اللي تربيع طيب الكتلة إم كابيتال في الجي أو في الإي دي العجلة العجلة بتساوي المسافة على مربع الزمن بالطريقة دي كده هتوصل وتفك هتكنسل وهتبدأ تفك وتوصل للصيغة النهائية اللي هي دي دي الأبعاد بتاعة البريجر طب لو جينا عاوزين نعرف وحدة قياس اليونتس الأبعاد في عندنا من الأبعاد هنيجي نقول طب ده وحدة الكتلة إيه؟ كيلو جرام أدي الكتلة أدي اليونت بتاعة الكتلة كيلو جرام طب وده مين؟ ده دي مسافة يبقى متر سالب واحد طيب وده مين؟ ده ده تايم زمن يبقى سكند سالب اتنين كيلو جرام متر سالب واحد سكند سالب اتنين يبقى دي الأبعاد دي الأبعاد ودي الوحدة. هنعرف قدام برضه إن البريشر ليه وحدة تانية مختلفة عن دي هتعرفها قدام. إيه هي وحدة قياس الضغط؟ السؤال اللي بعده بيقول check dimensionally the validity of following questions. افحص صحة هذه المعادلات باستخدام الأبعاد. يعني أنا عندي معادلة وأي معادلة عبارة عن طرفين v وبيساوي v نوت زائد الاي في t. هل الطرف الايسر ده بيساوي الطرف الايمن لو ده بيساوي ده يبقى باستخدام الابعاد يبقى المعادله دي صحيحه كذلك الحال لو على سبيل المثال القوة هل بتساوي الكتلة في مربع السرعة على مربع R لو ده صحيح يبقى إذا باستخدام الأبعاد أبعاد القوة دي تطلع تساوي أبعاد ام في تربيع على R تربيع بمعنى صح كلمة تشيك دي افحص ده معناها إيه هل هات أبعاد الطرف الأيسر هاد ابعاد الطرف الايمن هل البعد اللي طلع لك من الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر اه يبقى في الحاله ديت المعادله دي صحيحه باستخدام الابعاد واحنا عارفين دايما في اي معادله لما بيكون طرفها الايمن بيساوي طرفها الايسر اذا المعادله دي صحيحه يبقى دلوقتي هناخد الطرف الايمن ونجيب ابعاده والطرف الايسر ونجيب ابعاده اذا طلع البعدين دول متساويين يبقى المعادله دي صحيحه باستخدام معادله الابعاد هناخد المعادله دي اللي بتقول اكس بيساوي الفي نوت تي زائد نص اي تربيع المعادله دي المفروض هي الحركه X تمثل مسافة V تمثل سرعة T تمثل زمن A تمثل عجلة هتعمل ايه يا باشمهندس هروح جايب أبعاد الطرف الأيسر يعني أكيد هعمل قوسين مربعين دول معناه إن احنا نجيب الأبعاد أبعاد المسافة L كابيتال لينس تساوي احنا عايزين نعرف بقى هنا علامة استفهام هل بيساوي بعض؟ هنشوف ال V سرعة أبعادها مسافة على زمن في T زمن زائد النص دايما أبعاد الكمية الـ الـ الأرقام الثابتة زي النص تلاتة اتنين خمسة سالب واحد دي مش ليها أبعاد مش أبعاد مش بعدها بصفر لا دي مش لسه لها بعد فبالتالي يعني النص ده مش فارق معايا في حاجة إلا عجلة مسافة على مربع زمن في مربع الزمن هنيجي نكنسل ال ال مع التى مع وال والتي تربيع مع تي تربيع تديك لينس زائد لينس الله شيء طبيعي فعلا لو بصيت كده هلاقي دوت طول وهلاقي ده طول زائد طول طول زائد طول يديني طول هو هيديني ايه بعد الطول زائد بعد الطول يديني ايه بعد طول هو كمان وبالتالي هنا المسافه فعلا تساوي المسافه اللي طالعه من هنا فالمعادله دي ايه كوركت المعادله دي صحيحه ناخد المعادله الثانيه المعادله الثانيه بتقول هل الاف القوه هل تساوي ام في تربيع على ار تربيع كتله مربع سرعه على مربع نص قطر احنا عايزين نعرف ده باستخدام الابعاد يبقى اجيب ابعاد الطرف الايمن واجيب ابعاد الطرف الايسر واشوفهم بيساوي بعض ولا لا القوه تساوي الكتله في العجله فك الاول طيب ابعاد ال... نجيب ابعاد الكتله في العجله ام في ال على تي تربيع هل هيساوي كتله مربع سرعة على مربع نص القطر الكتلة بعدها بإم سرعة مسافة على زمن كده غلط يعني مسافة تربيع على على زمن تربيع عشان دي في تربيع في مين في آر تربيع آر تربيع دوت نص قطر ونص قطر دوت يدرج ضمن قائمة الأطوال وبالتالي أبعاده بإل تربيع يعني هيساوي شيل التربيع مع التربيع يبقى الإم في ال على T تربيع هتساوي M على T تربيع إذا المعادلة دي incorrect غير صحيحة لأن M L على T تربيع بتساوي M على T تربيع إذا المعادلة دي خطأ بنسميها incorrect المسألة بعد كده رقم خمسة بتقول determine the value of A and B constant عين قيم الثوابت A و B of the following expression for simple pendulum by using dimensional analysis عين قيمة الثوابت A و B للمعادلة الآتية لتمثل معادلة بندول بسيط باستخدام الأبعاد يعني عاوزين نستخدم الأبعاد ودي أحد مهام معادلة الأبعاد إن إحنا نطلع الثوابت A و B باستخدام معادلة الأبعاد. للمعدل اللي بتقول إن التي t وهو مكتوب من دو- الزمن دولي للبندول يتناسب تناسبًا طرديًا مع الطول طول البندول والجي عجلة الجاذبية الأرضية يبقى المفروض هو بيقول إن t بتتناسب مع ال أس a في الجي أس b دي معادلة تمثل معادلة بندول بسيط دي معادله تناسبيه على المقصود منها ان في تناسب طردي بين التي والال وفي تناسب طردي بين التي والجي لكن ما نعرفش هل هو التناسب ده بين الال تربيع الجذر التربيع لجي ال اس 3 جي اس 5 على 2 ما نعرفش هو بتناسب مع الاس الكام فبالتالي احنا عايزين نعرف قيمه الثوابت اي وبي عشان نحسب قيمه الثوابت اي وبي لازم احول التناسب لمعادله عشان نحوله معادلة إذا نقول إن T إحنا عارفين بنشيل التناسب خالص وبنحطه يساوي وبنقول إن هنا في ثابت هنسميه على سبيل المثال K في ال L أس A في جي أس B كده دي أصبحت معادلة المعادلة دي المفروض إن هي صحيحة لأن هي جاية من تناسب طب ما المعادلة صحيحة يبقى أبعاد الطرف الأيسر تساوي أبعاد الطرف الأيمن يبقى المفروض أبعاد التايم ده لازم هتساوي أبعاد الطرف الأيمن أبعاد التي تي اللي هو هيساوي بعد أي ثابت بواحد أو ليس له بعد شيله خالص في ال L أس إيه؟ الجي دي مين؟ العجلة تساوي إيه؟ مسافة على زمن الكل أس بي يعني هتساوي ال L أس إيه في ال L أس بي في التي أس سالب بي رفعت التي فوق ضربته في السالب بي ده بيساوي التي عظيم وبعدين يا باشمهندس إحنا دلوقتي عايزين نطلع قيمة الـA والـB، طب نطلع قيمة الـA والـB إزاي؟ المفروض هنا في L أس صفر ما مش موجودة، وهنا في تي أسها واحد، وبالتالي بالنسبة للـL أسها في الطرف الأيسر بيساوي صفر، وأسها في الطرف الأيمن بيساوي A زائد B، لأن المفروض عادة المعادلة تبقى ال أس A زائد الـB في T أس سالب B. طيب آدي إيه زائد الـB بيساوي صفر. يبقى انا خدت ال زائد ال إيه زائد ال هنا ال ال صفر وهنا ال ال ايه زائد ال بي ده بيساوي صفر معنى كده ان الإيه بيساوي سالب بي واحدة عكس التاني طيب ال تي اسها هنا يا باشمهندس بكام بواحد بيساوي سالب ال يبقى ال بيساوي ركز كده يا باشمهندس سالب ال ها شباب حد مركز؟ لا محدش مركز احنا متفقين ان ال على التي تساوي السرعة أما ال على التي تربيع هي إيه؟ العجلة وبالتالي في تي تربيع هنا مش ننسى أصبح ال أس إيه؟ ال أس بي تي أس سالب اتنين بي معادلتنا دي صحيحة نرجع هنا في معادلة البي بالنسبة للتي التي هنا بكام يا باشمهندس؟ سالب اتنين سالب اتنين بي أصبح البي هنا ادي سالب اتنين يبقى إيه اصبح البي بيساوي سالب نص دايما احنا بنحط تركة صغيرة كده واحنا بنشرح علشان الناس اللي نام تصحى معانا يبقى إيه اصبح البي بيساوي كام سالب نص هنا بقى ناخد البي دي ونرجع للمعدل اللي فوق اللي هنا ونقول ان الاي بيساوي موجب نص الاي بيساوي سالب البي والبي بسالب نص يبقى الاي بموجب نص نرجع لمعادلتنا الاساسيه اصبح التي بيساوي ثابت في ال أس اي اي بنص في جي أس سالب في جي أس سالب نص يعني هتساوي ال كي في ال على جي تحت الجذر عشان ده نص وسالب نص او تسيبها بالشكل ده مفيش مشكلة تحط الجذر تربيع مفيش مشكلة وادي المسألة وحلها كامل بالشكل ده المسألة رقم ستة المسار رقم ستة نفسها المسار رقم خمسة بس مدينا ثلاث ثوابت جرب المسائل اللي أنا حطيته في الشيت هنا اللي أنا حطيته في الشيت هو تقريبا نص الشيت الباقي هيجي لك محلول لكن حضرتك لازم تحاول بإيديك شوية واللي مش هتفهمه ومش تقدر تحله احنا مو انا موجود وتجي في اي وقت مفيش مشكله بس انا لازم تجرب ايديك ولازم تحل وتغلط السؤال رقم سبعة بيقول كوريكت انسر الاجابة الصحيحة ذا دايمنشنز اوف انرجي ار ابعاد الانرجي ابعاد الطاقة هي الطاقة انت طبعا يمكن واخد وعارف من زمان الانرجي دي اي طاقة وليكن زي طاقة الحركة بيساوي نص الكتلة في مربع السرعة لو احنا عاوزين نجيب ابعاد الطاقة النص ده بعده بواحد شيله خالص الكتلة يبقى ام كابيتال السرعة مسافة على زمن هنا تربيع وهنا تربيع يبقى ام ال تربيع تي سالب اتنين هل الاختيار ده موجود ام ال تربيع تي سالب اتنين هو ده الاختيار رقم اتنين هنختار رقم اتنين ده الحل الصحيح طيب السؤال رقم السؤال رقم اتنين which of the following isn't a unit of power أي من الآتي ليس وحدة من وحدات الباور وحدات الطاقة أو القدرة مديك الوحدات دي الوط وطبعا دي وحدة القدرة الكهربائية ممكن تشوفها على العداد عندك وهي اللي تساوي جول بير سكند هنا في جول بير أور ودي برضو تعتبر وحدة من وحدات القدرة وفي نيوتن في المتر على السكند اللي هي القوة في السرعة ومفيش حاجة اسمها نيوتن على السكند خالص فبالتالي الإجابة اللي مش موجودة ما ينفعش أي من الآتي ليس وحدة قدرة هي اللي رقم أربعة دي مش وحدة قدرة خالص أما التلاتة الباقيين دول دول تلات وحدات قدرة نشوف المسار رقم خمسة يا شباب رقم خمسة بتقول F M L M A C A L B T C is force يعني دي أبعاد قوة The value of A و B و C ما هي قيمة A و B و C. طيب معنى كده إن هو يقول إن ال أس A L أس B تي او سي دي ابعاد فورس ابعاد قوه يبقى طالما دي ابعاد قوه يبقى افك القوه دي اجيب بعدها بايه واساويها بالابعاد دي واطلع الثابت اي بي سي القوه يا باشمهندس ابعادها مسائل الكتله في العجله الكتله العجله طيب ادي الام اس ايه? ال اس بي تي اس سي عشان نوحد ده كله قول إم أس إيه ال أس بي تي أس سي بيساوي الام أس واحد ال أس واحد تي أس سالب اتنين، وبالتالي كده بسهولة جدا بالنسبة للإيه هنساوي بالنسبة للإيه هن... بالنسبة للإم الإم أس إيه وهنا الإم أس كام؟ أس واحد يبقى الوا الإيه هتساوي واحد الأساس بيساوي الأساس وبالتالي الأس بيساوي الأس. طيب بالنسبة للتي. بالنسبه للتي التي والسا هنا بكام بسي بيساوي كام هنا سالب اتنين طب بالنسبه للال هنا بي بيساوي هنا كام واحد الله معنى كده يا باشمهندس ان الاي بواحد والبي بواحد والسي بسالب اتنين الاي بواحد البي يبقى واحد واحد سالب اتنين ده المفروض واحد واحد سالب اتنين نشوف هل ده موجود الإختيار ده موجود واحد واحد سالب اتنين اه ده الدكتوراه مش بتقولك طلع مش بتقولك طلع ايه والبي والسي لا بتقولك اتنين ايه سالب البي سالب السي طب أنا عندي اتنين ايه يبقى باتنين سالب البي سالب البي بكام بواحد سالب سالب السي سالب السي سي بسالب اتنين يبقى موجب اتنين. موجب اتنين يبقى اتنين سالب واحد زائد اتنين اتنين زائد اتنين باربعة سالب واحد تديك كام؟ تديك تلاتة هل اخترت تلاتة موجود؟ اه ده رقم تلاتة بتلاتة يبقى اختار رقم تلاتة ده اللي احنا هنحله مع بعض في الشيت يا شباب عشان الفيديو ما اكتر من كده حضرتك هتحل الشيت اللي واقف قدامك تعالي على المكتب في اي وقت مكتبي موجود في الدور الثالث في المعمل الفيزياء في الدور الثالث في اي حاجه واقف قدامك تعالى اتفضل بس لازم تحل وتجرب بايديك نصيحه طبعا ما الموضوع في البدايه اللغه الانجليزيه لسه جديده عليك مفيش مشكله لكن ما الموضوع الفيزياء يمكن جديدة عليك شويه وخصوصا لو في حد مثلا جاي من دبلوم او كده او او اي بعيد عن السماء العامه او الازهريه فما فيش مشكله ان انت تيجي لنا وتحضر معانا ومع الوقت هتلاقي نفسك شايف ان الحاجات دي سهله او يمكن كمان اصغر بكتير من من مستواك العلمي فان شاء الله نشوفك في السكاشن اللي جاي باذن الله ولو احتجت اي حاجه انا موجود في المعمل